السيد جلولي عبد الكريم مدير المركب الصناعي تجاري سعيده اولا نشكركم على التغطيه الاعلاميه وتنفيذا لتعليمات الرئيس المدير العام للمجمع أغرودير السيد رزق ابراهيم وتحت الرعايه الساميه للسيد والي ولايه سعيده وتحسبا لقدوم شهر رمضان المعظم نحن بصدد توفير المواد الاساسيه مثل السامين والفارينه وحتى زيت المائدة لسكنه ولاية سعيدة وهذا حتى يسن المواطن الصوم بأريحية بفضل الجهود المبذولة من طرف السلطات العليا للبلاد وإشراف السيد وزير التجارة وترقية الصادرات وكذلك الإشراف المباشر للسيد والي ولاية سعيدة وحرصا منه على تلبية حاجيات ساكنة ولاية سعيدة من المواد ذات الاستهلاك الواسع وفي إطار التحضير لشهر رمضان المبارك تم تموين الولاية بكمية 61613 لتر من الحليب المبصر المدعم المخصصة للولاية 165 طن لتلبية حاجات المواطنين بالنسبة للتموين بالبقول الجافة فإن الولاية تشهد وفرة في العرض بهذه المواد مجمعة تابعة لمجمع أغروديف بنسبة 40% لتصل حصة قمح الصلب الموزعة والمسلمة لمطحنة الفرسان بألف قنطار كل يوم بأن السوق المحلية لولاية سعيدة تشهد وفرة في العرض بهذه المادة حيث يقدر المخزون من الزيت الغذائي ب 426940 لتر من الزيت الغذائي لمختلف العلامات لتعليمات السيد وزير التجارة وترقية الصادرات إنشاء لجنة ولائية لمتابعة التموين بالمواد الاستهلاك الواسع والتحضير لشهر رمضان المبارك حيث يترأسها السيد والي ولاية سعيدة وتضم هذه اللجنة قطاعات متعددة كل لمديرية التجاره للولايه، مديرية المصالح الإلاحيه، مديرية الصناعه، وكذلك مصالح الأمن الوطني ومصالح الدرك الوطني. وكما يتم بالمناسبه إعداد برنامج رقابي لكل المخازن والأسواق لمواجهة المضاربه وظاهرة الاحتكار. زير تيوب أول قناة إلكترونيه في الجزائر.